تشرفت اليوم باستقبال السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، وهذا بطلب مني نظرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وتمر به الأمة الإسلامية قاطبة. قد كان اللقاء فرصة للنقاش والتشاور حول مختلف القضايا التي ينبغي علينا من واجب المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية السياسية إبداء الرأي وإبداء الملاحظة وإبداء التساؤل حولها، القضايا التي تعني وطننا بالدرجة الأولى والقضية الفلسطينية التي الآن أصبحت القضية الأولى التي يتعامل معها الرأي العام الوطني والرأي العام الدولي والإقليمي. وقد ثمننا الموقف الجزائري وخاصة الحراك الدبلوماسي والموقف الإنساني والموقف القانوني وكل المواقف التي تبديها الجزائر من أجل مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية ودعم إخواننا الفلسطينيين في غزة وفي أرض فلسطين. أيضا هناك قضايا ذات اهتمام وطني كانت محل نقاش ومحل تشاور، على رأسها الجبهة الاجتماعية وعلى رأسها الوضع الاقتصادي في البلاد وعلى رأسها الاهتمامات التي ينبغي على الجزائريين التوجه نحوها من أجل صناعة توافق وطني يجمع الجزائريين حول رؤية تطور من هذا البلد وترتقي به وترفع من قدراته وإمكانياته من أجل تحصينه والدفاع على وحدته وحدوده، ومن أجل أن يتجاوز هذا الظرف الإقليمي والعالمي الصعب وهو متماسك وكل الجزائريين على قلب رجل واحد من أجل تجاوز كل الصعوبات، لأن الجزائر دولة محورية في إفريقيا، دولة محورية في الحوض المتوسط، دولة أصبحت ممثلة في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي لها رأي ينبغي أن يكون مسموعاً، ينبغي أن يكون مؤثراً في توجهات الأحداث. اللقاء كان فرصة طيبة جداً للاستماع إلى السيد الرئيس من خلال الشروحات التي تفضل بها في إطار القضية الفلسطينية وفي إطار الشأن الوطني والدولي وفي إطار الشأن الاقتصادي المحلي. نأمل أن يكون هذا التشاور دائماً هو فرصة للجزائريين من أجل الاقتراب من بعضهم ومن أجل التشاور حول الملفات التي تحقق وحدة الجزائريين حول بلدهم وحول وطنهم من أجل حمايته ومن أجل تطويره ومن أجل ازدهاره. شكرا لكم.